في تقارير عالمية بتقول إنه اليابان بتعمل على زيادة مخزونها من عقار اسمه أفيجان. أفيجان ده بيعالج الإنفلونزا، بتنتجه شركة فوجي فيلم، واليابانيين بيقولوا إنه هذا العلاج قد يستخدم لعلاج عدد يصل إلى 2 مليون شخص، 2 مليون شخص. ده فيما يتعلق باليابان. طيب ايه هو يعني الكلام اللي بيدور حوالين هذا الموضوع؟ ايه هو هذا العلاج الافيجان؟ وهل حقق نجاح في تجارب علاجيه اوليه ولا لا؟ خلوني اطرح هذا السؤال على الدكتور المؤمن عبد الله، استاذ الدراسات اليابانيه اللي انضم لنا دلوقتي من طوكيو عبر سكايب. دكتور مؤمن، مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليكم، أهلا وسهلا بك. دكتور، يعني ماذا يتردد بهذا الخصوص، بخصوص هذا العلاج في اليابان؟ تمام، بداية يعني اسمح لي الأول أن أوجه الشكر للقناة ولكافة المشاهدين، وأطمئن طبعا المشاهدين اللي بيشوفونا من خارج يعني في بلدان العالم ان الوضع نوعا ما مستقر في اليابان. بالنسبه لما اعلن عن موضوع اللي هو الدواء او العقار افيجان، حسب التصريح اللي تم تقريبا من حوالي يومين من المتحدث الرسمي للحكومه اليابانيه، ان هو الان بيتم اجراء بعض التجارب السريريه على هذا العقار في إطار تطويره لاستخدامه لعلاج الكوفيد 19. خلينا نقول إن أول تجارب سرية تمت على هذا العقار ليست في اليابان ولكن تمت في الصين. غالبا الصين هي اللي لفتت انتباه اليابان إلى فعالية هذا العلاج. حسب التقارير اللي هي أو الأبحاث اللي تمت في الصين، إنه ذو فعالية كبيرة خاصة في المراحل الأولى من العلاج. اليابان أعلنت أن هي عندها استعداد كامل للتعاون مع كافة الدول في إعطائها هذا العلاج وهذا العقار، وبالفعل حسب ما أعلن أنه تم يعني استقبال طلب من ألمانيا للحصول على كمية من هذا العقار. اليابان كمان أعلنت أن هي سوف تقوم بتقديم العقار، هذا العقار أو الدواء، للدول اللي هي ترغب في الحصول عليه بلا مقابل. طبعا احنا عارفين ان هذا العقار دكتور مؤمن يعني بتنتجه شركه يابانيه معروفه اللي هي فوجي فيلم، وكان يعني حسب ما هو مكتوب يعني هذا العقار كان بيستخدم لعلاج الانفلونزا، انواع معينه من الانفلونزا، مش كده؟ نعم، هو بالضبط يعني بالفعل هو يستخدم لعلاج الانفلونزا اللي هي من الفئه A، وهي يعني انفلونزا شديده الانتشار والتفشي، وله فعاليه كبيره في تخفيف الاعراض. هو طبعا ليس دواء للعلاج بشكل كامل، ولكن حسب التقارير اللي احنا يعني قرناها غالبا اليوم او امس، انه له فعاليه كبيره في تخفيف الاعراض خاصه في المراحل الاولى. ولكن بالنسبه للحالات الخطره يمكن يكون الفائده بتاعته غير مؤكده حتى الان. بالنسبه لعقار افيجان بشكل عام يعني نعم. كيف تتعامل اليابان في المرحله الراهنه مع كورونا؟ تمام، خلينا نشترك في معلومه مهمه، وان اليابان يعني الوضع مش مستقر بشكل كامل، ولكن اداره الامر تختلف عن الكثير من الدول الاخرى. اليابان لم تطبق استراتيجية يعني القيام بفحص اللي هو المعملي للفيروس على نطاق واسع. هي اعتمدت على استراتيجية مختلفة شوية، وهي تحديد بؤر العدوى وخاصة الحالات الحديثة وتتبع هذه الحالات، وبعد ذلك عمل بعض الإجراءات اللي هي الوقائية والإجراءات اللي هي خاصة بالحجر الصحي. حتى الآن الوضع مستقر، ولكن في خلال الأسبوع الحالي أو من حوالي 5 أو 6 أيام بدأت الحالات تزيد بشكل سريع،
واعتقد ان احنا في خلال الاسابيع القادمه هنشاهد طبعا في زياده في الحالات في اليابان. اليابان دلوقتي بتحاول ان هي بمعنى اصح تحافظ على طاقه الطواقم الطبيه الخاصه بها، لان هي المشكله مش في انتشار او تفشي العدوى، لكن اليابان ركزت اذا حدث تفشي او انتشار كيف تتعامل معه، بحيث ان هي تؤخر فكره تفشي العدوى حتى تستطيع ان تستعد للقيام بالخدمات الطبيه اللازمه، خاصه في الحالات الخطره وليست الحالات الخفيفه. عدد الإصابات في تاني شيء اليابان الآن كام يا دكتور، وعدد الوفيات؟ نعم، الان حتى اليوم حوالي 4500 حاله، الوفيات 100 حاله، وهتعتبر نسبه طبعا متواضعه او بسيطه، مقارنة ولكن طبعا بالدول الأخرى. القضيه ان مقارنه بدول طبعا كثيره، اليابان يمكن التحدي ليها وهي بتحاول دلوقتي ان هي تحافظ على سير نقول الحياه، وفي نفس الوقت مطالبه المواطنين بالاجراءات الاحترازيه. عايز خلينا نقول ان القانون الياباني لا يستطيع فرض حظر تجوال قسري على المواطن، القانون الياباني لا يسمح بذلك، ولذلك كافه اللي هي النداءات الحكوميه هي بمعنى اللي هو بشكل طوعي احترازي بهذا الشكل. وطبعا الوعي في المجتمع الياباني، خلينا طبعا نؤكد على الوعي للمواطن الياباني، وخاصه ان هو مواطن في غالب الاحوال يحترز جدا في السلوك الصحي، يعني يساعد كثيرا على احتواء تفشي العدوى حتى الان، ولكن اعتقد في الفتره القادمه سوف نجد بعض التغيرات. أنا بشكرك شكرا جزيلا للدكتور المؤمن عبد الله أستاذ الدراسات اليابانية، كان معنا عبر سكايب من طوكيو.